وللحديث أعمق عن جدلية التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى محيطه العربي والإقليمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ صالح فاضل. مساء الخير عليكم. ياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بكم. في ظل التحركات الدبلوماسية العربية والإقليمية لإخراج النظام السوري من عزلته، هل ترى أن المصطلحات والمسائل العالقة حررت بين الأطراف كالإرهاب والمخدرات وعودة اللاجئين؟ حقيقة يعني هذه حضرت في بعض أجهزة الإعلام، وبدأوا بدل أن يقولوا النظام السوري بدأوا يقولون القيادة السورية أو الحكومة السورية وغير ذلك، وهذه من الأمور الناعمة التي يعني لا تدل على قضية عميقة على أن العلاقات قد عادت بعمقها الاستراتيجي السابق، ولكن تدل على أنها في مرحلة التمهيد لإعادة العلاقات التي أظن أنها يعني ستقف عوائق كثيرة أمام تنفيذ الشروط المطروحة بين الدول العربية وبين تركيا وبين النظام السوري. هناك ملفات كثيرة عالقة لا تستطيع لا العرب ولا الأتراك أن يتجاوزوها، يعني مثلا قضية اللاجئين، اللاجئين السوريين الذين سيعودون، هل يعودون إلى المقصلة إلى النظام؟ بالأصل هم هاربين من هذا النظام، لم يتغير النظام حتى يعودوا إلى سوريا، يعودون إلى الشخص الذين هربوا من بطشه وجبروته واستبداده. هذا أمر. الأمر الآخر، الضمانات. النظام السوري الحقيقة لا تستطيع قوة في العالم أن تضمن إجرامه، حتى الإجرام البيني بين الموالاة لا يستطيع أن أحد أن يضمنه، فكيف ممن هم وقفوا في وجه النظام؟ الأمر الآخر من العوائق في عودة اللاجئين غير موضوع الاستبداد والعودة إلى الجلاد نفسه، المساكن أو كثير من المساكن التي خرج منها اللاجئون السوريون هي إحدى مجالين. المجال الأول من المساكن قد سكنها الشيعة الإيرانيون واللبنانيون وجزء من العراقيين أيضا والأفغان والباكستانيين. طيب. سكنوها واستولوا عليها، كيف هل هذا النظام العاجز المرتبط بإيران قادر على إخراج هؤلاء؟ هذا يحتاج إلى قرار إيراني، وأيضا سيوجدون بدائل لهؤلاء، الترحيل أم هؤلاء قد نالوا الجنسية السورية؟ لذلك هذا الملف استراتيجي يحتاج إلى بحث دقيق. أيضا القسم الآخر من المساكن قد هدم وأصلا غير موجود، لا يستطيع السوريون العودة اللاجئين إلى خيام جديدة تحت السياط الأسدية. نعم. وسطوة أجهزة المخابرات. إذن أستاذ صالح، ليست هناك أي خطط واضحة لحل هذه الملفات الخطيرة والعالقة التي يمكن أن ترجع الأمور إلى نصابها ويعود أو يعود نظام بشار الأسد إلى الجامعة العربية، ليست هناك خطط؟ أبدا، لأنه الأسباب التي قاطعت فيها الدول العربية وغير العربية النظام ما زالت موجودة وبقوة. طيب. يعني ملف المعتقلين والمفقودين الذي يتجاوز المليون إنسان المفقود اللي ما هو معروف هل هو على قيد الحياة أم هو في عداد الشهداء، والمعتقل أيضا غير معروف هل هو في عداد الشهداء ما زال معتقلا. هذا الملف لوحده يكسر عنق النظام إذا انفتح، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تأخذ على عاتقها تبرئة النظام من هذا الملف الرهيب. يعني من فترة إحدى السوريات الناشطات السياسيات في كندا استطاعت هي من خلال علاقاتها أيضا مع منظمات سورية أن تدون بالاسم والعنوان أسماء 100,000 شهيد، وأصدر كتاب بها. فهذا من يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية؟ النظام السوري بوجود آل الأسد على الأقل لا يستطيع قوة في العالم أن تعيد إنتاجه. نعم، قد تمد بعمره إلى مرحلة متوسطة، لكن حقيقة لا يستطيعون على الإطلاق مهما بذلوا من جهود وفبركات من إعادة النظام إلى الحظيرة العربية. أيضا النظام له تبعيات. الاحتلال الإيراني مثلا
كيف نخرج الاحتلال الإيراني؟ الموضوع الإرهاب، صانع الإرهاب هو النظام، ومن بعده الذي تولى عملية الإرهاب في المنطقة هو الاحتلال الإيراني. هل النظام يستطيع أن يسيطر على الاحتلال الإيراني؟ هل طيب يستطيع النظام إخراج الاحتلال الإيراني؟ ولكن نعم. بحسب نيويورك تايمز فإن الموقف العربي إلى غاية هذه اللحظة هو غير موحد لإعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية بعد سنوات من نبذ هذا النظام. إلى ما ترجع هذه الخلافات في عودة نظام الأسد؟ يعني لماذا تريد الجامعة العربية أو بعض الدول العربية إعادة نظام الأسد إلى الجامعة؟ حقيقة يعني الول ستريت جوردن الأمريكية قالت أن هناك 5 دول حتى الآن ترفض عودة النظام إلى الجامعة العربية، منها مصر والمغرب والكويت وقطر واليمن. طبعا لكل دولة أكيد أسبابها الخاصة، لكن حتى الآن يعني الأمر المفاجئ أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ليست يعني كدولة أمريكية ليست على قلب رجل واحد في عودة النظام من عدمه. لجنة الشؤون الخارجية مثلا في الكونغرس الأمريكي ما زالت ضد عودة النظام، بل تدعو إلى محاكمته. بعض الأطراف الأمريكية تغض الطرف عن هذه الدول التي تريد عودة النظام. حقيقة يعني هذه الدول العربية لا أدري، وهذا أمر عجيب وغريب يعني سواء من الدول العربية أو غير العربية، كيف تطلبون قضايا استراتيجية من النظام الفاشل الضعيف المهترئ المأسور الآن الإرادة من قبل الإيرانيين والروس؟ أخي إذا بدكم تحلوا المشكلة السورية بالمرة فاوضوا الولايات المتحدة الأمريكية، فاوضوا إيران وتركيا. وأما النظام السوري هذا نظام لا يمتلك من الأمر شيئا وليس هو صاحب قرار. يعني أنا لو سألتك وسألت الإخوة المستمعين، هل النظام السوري في سوريا أقوى أم حزب الله؟ هل النظام السوري أقوى صاحب قرار أم الإيرانيين؟ هل هو صاحب القرار أم الروس؟ الجميع سيقول الطرف الآخر. إذن النظام ماذا يملك؟ الحقيقة يملك المقعد في الأمم المتحدة، واللي على ضوءه يعني يؤمر من هذه الأطراف بالتوقيع وتقديم الخدمات وإعطاء إطار قانوني على أنه ممثل يعني ما زال شرعية في الأمم المتحدة، فلمزيد من التنازلات. لذلك عندما شحن بشار الأسد إلى موسكو لم يستطع أن يقدم أي شيء جديد للروس، بس ماذا قال لهم؟ إذا أردتم قواعد أخرى نحن نرحب بوجود قواعد أخرى. باعهم اللاذقية، ميناء اللاذقية وميناء طرطوس والفوسفات 49 سنة وقوانين رهيبة لصالح الروس أيضا. طيب. فالنظام ما يمتلك الآن أي شيء يعطيه لهذه الدول. طيب، بالعودة إلى الملفات العالقة مع نظام الأسد، لا تزال تركيا تضع شروطا لإعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد، أهمها الحرب على الإرهاب. هل تعتقد أن الأسد الذي يفتح الأراضي السورية لميليشيا البككة وميليشيا قسد سيتحول لحرب على هذه الميليشيات المصنفة إرهابيا على أرضه؟ العجب العجاب أن يعني الحكومة التركية وفي ظل العدالة والتنمية التي يعني خبرت هذا النظام عبر أكثر من 20 سنة، عبد الله أوغلان مؤسس هذه التنظيمات الإرهابية وين كان موجود؟ ألم يكن في دمشق؟ معسكراتهم ألم تكن في زحلة اللبنانية الخاضعة لما يسمى بقوات الردع السورية؟ أليس عبد الله أوغلان كان في دمشق؟ ما لكم كيف تفكرون أيها الأتراك؟ أيضا تطلبون من الأسد قضية محاربة قسد. قسد موجودة في منطقة ضمن النفوذ الأمريكي، الأسد لا يجرؤ حتى مرور سيارة من سياراته العسكرية من جانب القواعد الأمريكية وقواعد قسد. ما هذا طلب يعني حقيقة غير قابل للتنفيذ. إذن هي شروط تعجيزية، هي شروط تعجيزية من قبل الجانب التركي. هي شروط تعجيزية، وكما قلت لك أخي الكريم الذي يريد أن يفاوض بالشأن السوري فليفاوض روسيا وإيران وأمريكا وتركيا. هذا النظام منتهي من يوم أن دخلت روسيا وإيران إلى سوريا، بل من يوم بداية الثورة السلمية في سوريا النظام منتهي موجود شكلا، لكن على الأرض ولا يمتلك من أمره شيئا. طيب، أيضا موقف الولايات المتحدة من هذا التطبيع في ظل رفض كل من مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ الأمريكيين على لسان رؤساء اللجان الخارجية يرفضون التطبيع مع نظام بشار. نعم، الحقيقة يجب أن نعرف أن النظام السوري هو نظام
من قبله المقبول حافظ أسد ومن بعده بشار الأسد، هو نظام حقيقة مدعوم أمريكيا بامتياز، له مهمة وظيفية إلى حراسة حدود الكيان الصهيوني. هذول دول الممانعة هم دول لحراسة الكيان الصهيوني. نعم. وعلى رأسه نظام الأسد وفيلق القدس اللي أسسوه، فيلق القدس الذي لم يطلق طلقة باتجاه من احتل القدس. لذلك الاستخبارات الأمريكية لها سياسة تختلف عن الكونغرس الأمريكي، وسنرى من سينتصر، السياسيون الأمريكيون في الكونغرس أم أجهزة الأمن الاستخبارات الأمريكية التي نصبت بشار الأسد ومن قبله المقبور حافظ الأسد. هنا الحقيقة حتى في السياسة الأمريكية هناك اضطراب، وسنرى لمن تكون الغلبة أو صاحب القرار، السياسيون أم العسكريون الأمريكان في تحديد مستقبل بشار الأسد المجرم. نعم. من اسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ صالح فاضل، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.